بسم الآب والابن والروح القدس إلهنا الواحد آمين. الأحبة، كنيسة القديسين، كل سنة وأنتم طيبين. وبمرور 10 سنين على استشهاد أبرار وصلوا لغاية السماء وكانوا شفعاء من أجل الكنيسة ومن أجل مصر، نتذكر هذه الحادثة، فنتذكر أيضا هذه البركة التي صارت للكنيسة. ربما الكنيسة كانت غير معروفة، لكن بعد استشهاد هؤلاء الشهداء أصبح الكنيسة لها اسم كبير وسط المجمع الكنسي في كل الكرازة. فبقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمرور 10 سنين، وربنا يجعل هذه الأيام اللي بنتذكر فيها هؤلاء الأحبة اللي رحلوا عنا تكون أيام بركة للكنيسة وكل شعب المسيح. وبهذه المناسبة خلوني أقرأ مع حضراتكم جزء من سفر الخروج إصحاح 15 من عدد 22، بيقول: ثم ارتحل موسى بإسرائيل من بحر صوف وخرجوا إلى برية شور، فصاروا 3 أيام في البرية ولم يجدوا ماء، فجاءوا إلى مارة ولم يقدروا أن يشربوا ماء من مارة لأنه مر، لذلك دعي اسمها مارة. فتذمر الشعب على موسى قائلين: ماذا نشرب؟ فصرخ إلى الرب، فأراه الرب شجرة فترح في الماء، فصار الماء عذبا. هناك وضع له فريضة وحكما، وهناك امتحنه، فقال: إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغى إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائضي، فمرضا ما مما وضعته على المصريين لا أضعه عليك، فإني أنا الرب شفيك. مجدا لسالوس القدوس إله. ربما هذه الأيام أحبة اللي عايشين فيها وسنة 2020 بما جاء فيها من وباء وأزمة اقتصادية للجميع، هذه السنة اللي الناس حست انه مياه مرة والمعروض ان هم يشربوا هذه المياه المرة، وده اللي حدث مع بني اسرائيل. بني اسرائيل الله اعطاهم اعظم انجاز، ان يهربوا من العبودية ويعبروا البحر الاحمر، ولكن صادفهم هذا الامر الصعب جدا. 2 مليون يهودي عايزين يشربوا فلقوا مياه مرة، واحد ياخدها توجع بطنه، مياه تجيب نوع من عدم الارتواء، مرات فيها أمراض. ماذا يفعل موسى بهؤلاء الشعب؟ ماذا يصنع لهم؟ فيقول الكتاب المقدس أن كانت المعجزة فأن الرب أراه شجرة، وهذه الشجرة ترحى في الماء فصار الماء عذبا. وأي حد يكلم يقول لك يعني إيه دي معجزة رهيبة جدا، يعني إيه شجرة تتحط في مية مرة تبقى حلوة؟ تعلمون جيدا مكان اسمه مكان تحلية الماء، ياخدوا مية البحر بالأملاح اللي فيه وينزلوها لغاية حاجة تتقبل، قال إنه بين 180 لغاية 300، حاجة اسمها TDS تحلية ماء. طب هم عملوا ايه؟ قال ده شجرة حلت المية، شجرة انتزعت وحلت المية. فخلوني اتكلم عن هذا المرار اللي مرات يجوز فينا. لم تكن الحادثة يا أحبة هي اصلا مياه مرة؟ مين ينكر ده؟ اصوات صراخ ورائحة دم وأشلاء أجساد وناس مش عارفين ذويهم وأحبائهم، ماذا يصنعوا؟ مر، حياة مرة. لكن شكرا لله، يقول الله الذي حول لك اللعنة إلى بركة. كيف حولها الله من لعنة إلى بركة؟ يقول الكتاب هناك سر. السر ده أمر خطير جدا جدا لم يعرف إلا في النطاق الكنسي. ما هذا؟ أن هناك شجرة
ربما اسمها شجرة الحياة. يقول عنها في الكتاب المقدس شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. يعني في حل موجود، هناك مرار، نعم هناك صراخ وبكاء وعويل ونحيب وناس لا تضبط نفوسها، لكن في ذات الوقت هناك تعزية، وهذه التعزية تأتي من مصدر واحد. ماذا تفعل يا عزيزي عندما ترى شخص متألم؟ ماذا تقول له؟ ماذا تقول لأسر الشهداء؟ إلا أن هناك يستطيع في أمر غريب يحصل في الحياة ده يخلي الحياة طعمها أحسن بكتير مما سبق. فيقول الكتاب المقدس إنه الحل كان في شجرة. يقول فأراه، قال لموسى المية مرة، أيوه لكن في شجرة، فأراه الرب شجرة، وما كانش شايفها؟ قال لا، قال له شجرة بعينها، بص على الشجرة دي، قال له أيوه، قال له هاتها وانتزح وحطها في المية، وعزيزي تمت المعجزة. أفكرك بالشجرة اللي اتقال عنها في سفر إشعياء في إصحاح مشهور في العهد القديم، إشعياء 53، بيتكلم عن المسيح إلهنا اللي قدم نفسه. يقول عنه نفس النص: من الضغطة ومن الدينونة أخذ، من الضغط ومن الدينونة أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء. من الضغطة ومن الدينونة أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء. عشان كده عزيزي المسيح الذي قطع من أرض الأحياء عندما أتى إلينا على الأرض وانتزعت الحياة سببت كل خلاص، يقول كده وهو على الصليب من تعب نفسه يرى ويشبع. كيف أن هذا الألم أو هذا الضيق أو هذا الصراخ أو هذا البكاء يحصل أنه يتحول لنوع من الفرح؟ هذه مش في مقدور البشر، ولا دكتور ولا حد يقدر يعالج واحد متألم. تقول له إيه؟ قدامه كارثة رهيبة. لكن عزيزي هناك شجرة هي المسيح إلهنا. عشان كده دعوني أقول لكم في صراحة شديدة، ماذا تصنع أمام مشاكلك؟ مين يحل لك مشكلة؟ مفيش غير واحد بس. عشان كده المسيح يقول عن مريم أنها اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها إلى الأبد. نصيب صالح أحسن من أي حاجة تاني، أحسن من كل العروض اللي اتعرضت على مريم، نصيب صالح. هكذا عزيزي حلت مشكلة شعب إسرائيل بشجرة، وحلت مشكلة كل الشعوب وكل الأمم بالمسيح إلهنا الذي اسمه شجرة الحياة. عشان كده بقول لك إنه هو ده الحل. أنت عندك مشكلة، روح التجئ إليه. يقول الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، عونا في الضيقات، هو اللي عوني مش حد تاني. أيضا دعوني أتوقف عند أمر آخر في النص اللي قريناه. بعد ما اتحلت مشكلة المية يقول كده آية جميلة كلنا بنحفظها لأولادنا هم صغيرين، يقول كده فإني أنا الرب شفيك. عزيزي كثر المرض، ودكاترة مرات يقفوا حيارة أمام أمراض وأمام الوباء، كل الأيدي كفت، كل الألسن سكتت، كل زعماء العالم تحيروا. وماذا يفعلوا في هذا الأمر؟ يقول الكتاب عنهم في حيرة أمم، ناس محتارين مش عارفين يعملوا إيه. لكن يقول الرب الإله، يقول فإني أنا الرب شفيك. شفاء الجسد ده الله يديه لكل الناس، الله يمنح الشفاء لكل الناس، أقول من قلب. لكن عزيزي ربما أنت تحتاج إلى شفاء من نوع آخر، عندك حاجات محتاجها شفاء. دعوني أتحدث إليكم عن ثلاث أمور خاصة بالشفاء، وأسميها كده كما وردت في العهد القديم، شفاء من ثلاثة أمور. أول أمر شفاء من الارتداد، ثاني أمر شفاء من العصيان، ثالث أمر شفاء
من الجروح. هذه آيات وردت في العهد القديم. أول موضوع اسمه شفاء من الارتداد، دي نص من الكتاب المقدس في سفر هوشع صح 14، يقول بيتكلم ربنا عن نفسه يقول أنا أشفي ارتدادهم وأحبهم فضلا. أنا بشفر للارتداد. واحد يرتد، يعني واحد يرتد؟ واحد كان ماشي في سكة ربنا، كان بيخدم ربنا، كان عايش معاه بتقوى وصلاح وبر وتدقيق، وبعدين ارتد. يعني ارتد مش لازم يبقى بيغير دينه، لكن ارتد من الداخل، بطل يبقى ليه علاقة بربنا. وفترة المحبة، فربنا يقول أنا أشفي الارتداد، أنا أعرف أشفيه، ويرجع تاني الشخص ويتمسك بربنا. يا عزيزي أنت تحتاج بعض الناس أو كتير من الناس يبقى موجود بجسمه جوه الكنيسة، موجود بجسمه جوه العبادة، لكنه مرتد بعيد خالص. عندما تتحدث إليه تجده في مكان آخر حتى وهو داخل الكنيسة. فبيقول أنا أشفي ارتدادهم. ربنا عنده طريقة بيشفي بيها الناس اللي بترتد. إيه هي؟ يقول أحبهم فضلا، يعني طريقة تاني، أنا بوصل لك حب مشاعر فترجع تاني حرارة العبادة. تاني أمر اسمه شفاء من العصيان. يقول كده في سفر إرميا صح 3، ارجعوا أيها البنون العصاة فأشفي عصيانكم. واحد ممكن يكون يعني هو جوه الكنيسة لكنه كلمة عاصي يعني مش مرن، متصلب في رأيه حتى لو رأيه ده غلط. هذا الشخص العاصي يحتاج إلى شفاء. يعني لو أنت عندك ابن بيعصاك بتبقى مشاعرك تجاهه مش قادر تقبل كده. حبيبي خليك لين، خليك مطيع. عزيزي عندما تكون عاصي حتى في أوامر ربنا وناموسه وشرائعه أنت اللي خسران. من قال إن العاصي هو اللي مستفيد؟ أنت خسران لأنك لا تسمع لا تطيع. فيقولوا القديسين الطاعة تخليك من مسؤولية الطريق. الطاعة عليك بالطاعة اللي ربنا وصى بيها إنك تسمع الكلام. يقول كده إن سمعتم وأطعتم تأكلون الدسم. عشان كده يا عزيزي أنت تحتاج إلى شفاء من العصيان. هذا العصيان الكبير الذي نراه في بعض السنين الصغيرة في العمر، الشخص عندما يرجع لنفسه وتلاقيه عمل إيه؟ بيندم. كان ربنا بيقول أنا بشفي من العصيان. الابن الأصغر في البيت، المثل بتاع الابن الضال، بابا أنا عايز حقي، بابا بابا بابا. قال له حبيبي خد حقك، أنت مش هتسمع الكلام. وخد حاجته، وبعدين ما خد حاجته استفاد ايه؟ هو اللي اتمرر. فعزيزي ما هوش حاجة حلوة قوي ليك انك تبقى عاصي. انا اشفي، يقول الكتاب انا اشفي عصيان. وكيف برضو يعني اتشفل من العصيان الابن الاصغر؟ عزيزي بحاجة بسيطة، تذكر ما عمله الاب في حياته. ان الاب يعني خير، الاب يعطف على الاجراء والعبيد، فكيف بالأبناء؟ أخيرا شفاء من الجروح. ما معنى شفاء من الجروح؟ دي وردت برضو في سفر إرميا صح 30، يقول لأني أشفيك من جروحك يقول الرب، لأنهم دعوك منفية صهيون التي لا سائل عنها. سفر إرميا صح 30، لأني أشفيك من جروحك يقول الرب، لأنهم دعوك منفية صهيون التي لا سائل عنها. في حاجة اسمها واحد مجروح ويحتاج إلى شفاء، شفاء من الجروح. في جروح في الحياة، النكران ده، ما واحد يعني بينكر جميل حد ده جرح، واحد بيتعدى وبيهزر على حد ده جرح، واحد خد حق حد ده جرح، واحد اتظلم جرح، واحد قعد لوحده منفي في حتة بعيدة وأهله سابوه ده جرح. ما أكثر الجروح الغائرة اللي موجودة في النفس البشرية وتحتاج إلى شفاء. كان الرب بيقول أنا بعرف أشفيكي لأني أشفيكي من جروحك يقول الرب.
انت حاسس انك لوحدك؟ اقول انك لست وحدك عزيزي، لان هنا في النقطة بتاعت الجروح كان في جرح غائر جدا، انها تركت او اتسابت من الناس وتركوها بره، سموها دعوها منفية، انها بعيد عنهم. ماذا حدث في هذا الامر؟ بطريقة بسيطة، انه هذا النفي وهذا الاخراج اللي خرجوه بره الدايرة بتاعتهم. ماذا حدث؟ في مثال جميل جدا كلنا نتذكر، المولود أعمى، وماذا عمل له المسيح إلهنا من معجزة عظيمة يتقال عنها الذي فتح عيني المولود أعمى. كانت معجزة رهيبة في إسرائيل. لكن يا عزيزي، كان في أمر خطير جدا جدا، أن هذا الشخص رفض بعد شفائه من عينيه، لما عينه فتحت خرج من المجمع، أخرج من غصب. الرؤساء الدين قالوا له مش عايزين نشوف وشك هنا، يقول أخرجوه خارجا. فيقول الكتاب المقدس إنجيل معلمنا يوحنا، فوجده يسوع قال له ما تزعلش، ده أنا مكتوب عني إنه أنا هبقى خارج المحل، فإحنا الاتنين مع بعض، أنت خرجوك وأنا كمان بيخرجوني. وتلاقى مع، قال له ألا تؤمن بابن الله؟ قال من هو يا سيد؟ قال له الذي يكلمك، فسجد له. وكأنه يعني أنا ما بجرح في جرح، مرات الناس ما بيعرفوش يشفوا هذا الجرح عزيز، روح لدكتور نفسه يقول أنا مجروح، يقول لك انسى. طب مش عارف أنسى، لكن مسيح إلهنا الذي ينضم إلى صف المجروحين يستطيع أن يداوي هذه الجروح. لأني أنا الرب شفيك، أستطيع أشفيك من الارتداد، من العصيان، من الجروح، ولربنا المجد في كنيسته. آمين.